طيب نروح لملعب مباراة ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. من جديد اجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء واعتلاء النادي الاهلي لصداره الدوري بالفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدرب العام للنادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه دايما بتبقى بلغه الكوره صعبه جدا، يعني الاهلي في اخر اربع مواجهات لم يستطع الفوز على فريق طلائع الجيش، بيزيد من صعوبتها النهارده انها المباراه الاولى للكابتن محمد يوسف. مبروك النهارده على الفوز، ثلاث نقاط مستحقة، الأهلي بيعتلي صدارة الدوري المصري الممتاز. طبعا مبروك طبعا لجمهور النادي الأهلي. مباراة زي ما أنت قلت مباراة عصيبة جدا، يمكن ظروفها بتلعب برضه فرقة مميزة، كابتن يوسف عنده خبرات كبيرة في الدوري وبشكره طبعا على الأداء دوت والشكل الفرقة. أتمنى له طبعا التوفيق في المباراة القادمة يعني، لكن زي ما أنت قلت مهمة جدا اللي أنت النهاردة بتتصدر الدوري، مهم النهاردة اللي أنت تاخد ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة لك. ممكن يكون ما بدأناش أحسن حاجة الشوط الأولاني، لكن الحمد لله أعتقد الشوط الثاني كان أداء مميز، استحواذ وفرص، فالحمد لله نقدر إن شاء الله نبني عليها المباراة القادمة إن شاء الله. كابتن سامي، ايه اللي حصل ما بين الشوطين؟ ايه الاهم التعليمات اللي قالها مستر مارسيل كولر؟ شفنا يعني اختلاف في اداء النادي الاهلي في شوط اللقاء الثاني، توقيت الهدف الاول كان مميز جدا في اول 8 دقائق النادي الاهلي قدر يرجع للقاء. يعني الراجل اتكلم اللي احنا لازم نبقى اهدى شويه، اتكلم ان احنا لازم نقاتل اكتر، اتكلم ان احنا لازم نكون اهدى في التلت الهجومي. اعتقد اللعيبه كانت عندها تصميم وكانت عندها طبعا اراده اللي هي تحقق المكسب، والحمد لله سعوا ليه، والحمد لله اعتقد الحمد لله كانت نتيجه مستحقه الشوط الثاني. النهارده كابتن بتشوف كريم فؤاد في اكتر من مركز موجود، النهارده مع خروج محمد اشرف كريم فؤاد بيلعب في مركز الظهير الايسر، واحد من الحلول المهمه جدا للنادي الاهلي في مركز الظهير الايسر. طبعا كريم بيأدي اداء مميز مش الماتش ده بس، المباراه القادمه المباراه اللي فاتت قبل كده، يعني يمكن زي ما انت قلت لعب جناح قبل كده وسجل اهداف كتيره ولعب باك رايت والنهارده بيلعب باك ليفت، فطبعا عنده مرونه تكتيكيه اللي بيلعب في كذا مركز وعنده كذا لعيب بيقدر كده. طاهر بيقدر يلعب ناحيه اليمين وبرده ناحيه الشمال، بيرسي نفس القصه ويقدر يلعب برده، برونو برده بيقدر يلعب 10 ويقدر يلعب جناح، فاعتقد الحمد لله دي برده من الحاجات اللي بتدي للراجل برده اريحيه، بتدي له اختيارات كتيره اللي يقدر يغير في من خلال الماتش يعني، وبتدي له افضليه الحمد لله في المباراه يعني. كابتن سامي، يعني نقطه هناخدها من اللقاء النهارده ولقاء المقاولين، النادي الاهلي تضرر فعلا من فتره التوقف والتاثير هذه، كان وصل لمرحله عاليه جدا في مباراه السوبر المصري، فتره الراحه اللي اكيد اثرت على اداء اللاعبين اللي شفناها النهارده في ماتش الجيش وفي ماتش المقاولين، لكن سريعا الاهلي تجاوز هذه المباراتين بتحقيق الفوز سواء على المقاولين العرب او على النهارده على طلائع الجيش. طبعا بتاثر عليك طبعا لانك انت كنت في حاله بدنيه كويسه وحاله فنيه كويسه وحاله تكتيكيه كويسه، يمكن الفتره بقى الفتره الراحه خصوصا ان انت برده بيبقى بعيد عنك اللعيبه الدوليه، بعيد عندك اللعيبه حتى اللعيبه اللي في المداخل الاولمبي منتخب الشباب وبعاد عنك، فبتقدر تحضر على بال ما بترجع تاني اللعيبه وبتبقى تخش مع تفكير الراجل وطريقه لعب الراجل وقوه المباراه نفسها يعني، فبتبقى فيها صعوبه شويه يعني، لكن الحمد لله ان احنا نرجع اقوى وان احنا الحمد لله عندنا ثلاث نقاط مهمه جدا حققناها، ودي كانت بالنسبه لنا هدف كبير بالنسبه لنا النهارده اللي انت تحقق مكسب عشان تصدر فيه الدوري وعشان برضو تكسر حاجز زي ما انت قلت الاربع مباريات اللي احنا ما قدرناش ننتصر فيها على فرقه الجيش، يمكن حتى ما قدرناش نسجل هدف يعني، النهارده الحمد لله بسجل هدفين وبتضيع فرص كبيره، فالحمد لله النتيجه مرضيه لينا يعني، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون افضل لينا واللعيبه تخش في فورمة الماتشات يعني، وان شاء الله يبقى فيها الاداء يبقى احسن ان شاء الله بقى احسن كده. كابتن سامي، انا عارف ان حضرتك قريب جدا في التعامل مع المستر مارسيل كولر، ايه اللي انت شايفه مختلف فيه خلال وجوده مع النادي الاهلي عن الفترات المدربين السابقين؟ مستر مارسيل كولر تفاصيل كتير جدا بيركز عليها، مفيش حاجه بيعديها للظروف. طبعا هو طبعا الراجل عنده خبرات كبيره، طبعا مرن طبعا في دوريات كبيره ومسك منتخب كبير زي النمسا وحقق معاه اداء كويس، زي ما انت بتتكلم ان الكوره دلوقتي بقت هي لعبه التفاصيل يعني، الراجل بيتكلم في كل تفاصيل سواء في الملعب او بره الملعب، كل الحاجات الفنيه حاجات بره الملعب، فطبعا خبرات كبيره، ان شاء الله اتمنى له التوفيق، ان شاء الله يحقق نتائج مبهره ان شاء الله الفتره اللي جايه لجمهور النادي الاهلي، ويبقى على قد طموحه جمهور النادي الاهلي، وانا عارف جمهور النادي الاهلي طموحه كبير جدا، ان شاء الله شخصية الراجل دي مناسبة
طموح جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله اتمنى له التوفيق، ان شاء الله اتمنى توفيق اللعيبه الفتره اللي جايه في كل البطولات اللي احنا نشارك فيها، اللي احنا ان شاء الله نقعد جمهورنا برضو اللي احنا نقاتل فيها عشان ان شاء الله نرجع الدوري العام. انا عارف بالنسبه لنا تحدي كبير جدا، لكن ان شاء الله احنا قادرين، اللعيبه قادره، واللي احنا ان شاء الله بفضل ربنا قادرين ان احنا نحققه. وعندنا طموح اكتر برضو، كاس افريقيا وبطوله كاس مصر والسوبر. فان شاء الله بدايه كانت كويسه بالبطولات، بطوله سوبر كبيره مع طبعا منافس كبير نادي الزمالك، ان انت تحقق بطوله في بدايه الموسم. اعتقد ان شاء الله تبقى دفعه قويه لينا وتدي ثقه لجمهورنا ان شاء الله اللي احنا الفتره الجايه يساعدونا اكتر واكتر ويدعمونا اكتر واكتر، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق ان شاء الله كل النتائج الايجابيه باذن الله. مباراه المحله التحضيريه اللي هيبدا من غدا، الفريق هيستلم تدريباته، واحده من المحطات الصعبه برضه للنادي الاهلي. هو الدوري كله صعب، يعني ما تقدرش تقول دلوقتي ان في مباراه سهله، بالعكس كل الفرق مستعده كويس، كل فرق عندها مدربين كويسين ولاعيبه كويسه، وكل فرق بقى عندها خبرات كبيره الدوري الممتاز. فاعتقد ان شاء الله احنا بنمشي واحده واحده وخطوه بخطوه، زي ما انت قلت ان شاء الله عندنا تمرين بكره نستعد كويس، اللعيبه اللي ما لعبتش واللعيبه اللي لعبت تعمل ريكفري يعني، ونستعد ان شاء الله عشان اساس نقاط مهمه بالنسبه لنا برضو نقدر نحققهم ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن سامي والتوفيق باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقائنا طبعا مع الكابتن سامي مصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء، وفوز النادي الاهلي واعتلاءه لصداره الدوري، فوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.